السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. صباح الخير عليكم، لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هاد النهار غادي ندير لكم فيديو قصير بزاف، غادي نهضر لكم غير على اللايف ان شاء الله اللي غادي ندير. دونك اللايف ان شاء الله غادي نديرو غدا ان شاء الله مع جوج بالتوقيت ديال فرنسا. دونك على الثانية زوالا بالتوقيت فرنسا. دونك هاد اللايف غادي نهضر لكم على القصه ديالي مع التنمر وعلى المعاناه اللي عشتها مع التنمر وكيفاش حتى تغلبت على هادوك داك العقد النفسيه وكيفاش تجاوزت هذاك العقد النفسيه وداك المعاناه ديالي مع التنمر. وبغيتكم تجيو تشاركوا معايا بزاف انتما القصص ديالكم وتشاركوا معايا كيفاش انتما عانيتوا وكيفاش عالجتوا هاد القضيه وكيفاش كانت التجربه ديالكم مع التنمر. نتمنى المشاركه ديالكم تكون كثيره ونتمنى نستافدوا ونتمنى بزاف ديال الناس اللي كيعانيوا من هاد المساله تكون عندنا في المجتمع ديالنا، لان احنا الدين ديالنا تيقول لك الكلمه الطيبه صدقه. دونك زعما احنا في الدين ديالنا راه ما خصش يكون بحال هاد الممارسات اللي كتادي بزاف الاخر وكتحطم الشخصيه ديالو ويقدر المعاناه ديال الانسان تعيش معاه حياته كامله وتقدر تدمره. وكاينين بزاف ديال الناس اللي يعني وصل بهم الامر للانتحار بسبب هذا التنمر، وكاين اللي عاش حياته كلها وهو معقد وما قدرش يتخطى هذاك المعاناه ديالو وداك العقد النفسيه بسبب التنمر. المهم هذا موضوع انا بالنسبه لي تنظن بانه ما كاينش شي واحد اللي ما عندوش قصه مع التنمر. ونتمنى انكم تدخلوا عندي اللايف وتشاركوا معايا القصه ديالكم كيف ما انا غادي نشارك معكم القصه ديالي. نتمنى حتى نتوما تشاركوا معايا القصه ديالكم. ما نطولش عليكم بزاف، نخليكم ندير جوله قصيره صغيره نوريكم هذا البارك زوين. نتمنى يعجبكم، انا كتعجبني الطبيعه وكيعجبوني المناظر الطبيعيه وكنبغي نبارطاجيها معكم. يلا اجيو معايا نبارطاجي معكم شويه هاد المناظر هنايا. دوماج راهم كيصلحوا فيه مع هاد الباك تيكون زوين، هاي دابا راهم كيصلحوا فيه. يلا نقول لكم بالسلامة ونضرب لكم موعد غدا ان شاء الله ونتمنى تفاعلوا معايا ونتمنى تبارطاجيو معايا التجربة ديالكم ونتمنى كل شيء يستافد ان شاء الله. يلا بالسلامة عليكم، الى الغد ان شاء الله.